مشاهدينا الكرام، هنروح لخبر آخر، حيث قرر الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مدى فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 أغسطس المقبل، حيث كان آخر موعد للتسجيل هو 31 يوليو الجاري، إلا أن الوزارة قررت مدى الفترة حتى نهاية الشهر المقبل، وذلك للتيسير على المواطنين وإعطائهم فرصة لتمكينهم من تسجيل رقم التليفون المحمول لكل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، وحيث تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول مع استمرار فتح موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول حتى 30 أغسطس المقبل. معنا على الهاتف مشاهدينا الكرام المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين. أهلا بحضرتك أستاذ عبد المنعم. مهندس عبد المنعم، أهلا بحضرتك. الكرام وشعب مصر بخير وأمن واستقرار. طيب يا فندم، كده إحنا عايزين نشرح كده ببساطة للناس هذا الإجراء وما يتعلق بمد فترة تسجيل رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية حتى 30 أغسطس المقبل، وإنعكاسات هذا القرار تحديدا على المواطن المصري خلال هذه الفترة. نيجي بس ببساطة شديدة عشان المواطن يبقى معانا في الصورة. احنا مش الهدف تسجيل الرقم ان هو نعمل عبء على المواطن ولا نوقف المواطن في الدوابير ولا نوقف بطاقته، ولكن احنا النهارده في مصر التحول الرقمي ومصر الرقميه فلازم يكون هناك مبينات وقاعده بيانات سليمه لوزاره التموين، ومن خلال تسجيل الرقم الموبايل بنقدر نتواصل مع المواطن اللي هو رب الاسره لصاحب البطاقه في اي رسائل نصيه بالنسبه للوزاره، وده الهدف الحاجه. الحاجة الثانية، الناس برضه طلعت شهادة ان الهدف ده حذف البطاقة، لا، لن تحذف بطاقة عشان الرقم القومي زي ما اشار الوزير مع الوزير قبل كده. الحاجة الثانية، عمل خطوات سابقة بان هو اعفى اسر السجناء من الرقم تسجيل رقم الموبايل، وبرضه كويس ان اللي هو الناس اللي هي اصحاب المعيشة يعني من غير القادمين على حركة او السن الكبير عفاهم، ده كلها لرفع الاعباء عن المواطن المصري وتيسيرا على الحفاظ على مستحقات والدعم للوصول للمواطن المصري، والدعم يوصل لمستحقيه على النحو الامثل وبالطريقه الصحيحه ويوصل لمستحقيه بكامل. احنا ليس هدف ان احنا نقلل قيمه الدعم، لا بالعكس، الدعم زاد 22 مليار جنيه صحيح. الدعم زاد نتيجه تحمل الدوله اعباء فرع السوبر، ولكن الدوله حريصه على رفع الاعباء وزياده الدعم للمواطن المصري. طيب لو حبينا نتكلم يا فندم عن الرقمنه والحوكمه الرقميه وهي حاضره وبقوه ويؤكد عليها الرئيس يوما بعد يوم خلال هذه الفتره، واحنا بالفعل جديرين بهذا التطور، الى اي مدى يمكن ان يسهم ذلك تحديدا في تنظيم العمليه الخاصه بعمليه التموين وايضا تسهيل الاجراءات بالنسبه للمواطن المصري؟ اولا كان بنلاقي اولا بطاقه بتصرف من مثلا من محافظه ومحافظه بنفس الرقم، كنت بتلاقي في ناس سافرت وما اشتغلتش، وبتلاقي في ناس حضرت حاله وكاله قدر وما اشتغلتش. صحيح. ولكن النهارده التحول الرقمي ومصر الرقميه لما يكون رقم قومي ماشي بجميع المصالح الحكوميه من رخصه لشهاده لدعم لتعليم لكل هدف، النهارده كل مستحقاتك بتصل على كامل يعني على اكمل وجه لك، وتكون سهوله التعامل في جميع المصالح الحكوميه. فالنهارده ما يكون الرقم الموجود ونتاكد ان صاحب الاسره موجود وله رقم تليفون متواصل معنا، هنقدر نتواصل معاه من اي خدمات تحصل في التمويل اول باول. والنهارده برضه هنفضل زي ما قال معالي الوزير احنا مستمرين في استمرار الى ان تسقط يعني بكامل القوه كده من نفسهم المجموعه اللي غير موجودين وليس لهم رقم قومي، وهذه النسبه البسيطه اللي تتبقى في الاخر هيستفيد بدعمها من الاكثر احتياجا والاكثر احتياجا للدعم، ممكن الدعم يزيد لهم ولن يؤثر على منظومه الدعم بالكامل كرقم كامل للدعم، ولكن يؤثر على توزيع الدعم للمستحقين على الوجه الامن. فالنهارده اتفتحت مصر الرقميه ودعم ورابط دعم مصر مفتوحه للمواطن النهارده، اي مواطن النهارده التسجيل حتى نهايه شهر ابريل، وده للحفاظ على مستحقات المواطن المصري ولحس المواطن المصري اللي احنا بنرفع الاعباء وبنحافظ على مستحقاته وتوصيل اي رسائل نصيه للمواطن من خلال وزاره التموين للمواطن مباشره. والنهارده برضه باب التظلمات مفتوح لاي مواطن بطاقته هتقف برضه مش مع
معنى ان البطاقه وقفت ان خلاص اللي احنا بنزرنا المواطن، لا، البطاقه بتاعتك وقفت لسبب معين. نعم. السبب ده تقدم بتظلم الى مكاتب التموين او وزاره التموين ستعاد البطاقه الى وضعها الطبيعي. اذا كان عندك عربيه موديل اكثر من 2018 وما عندكش عربيه اتصرفت فيها او انت بعتها لحد 2014 يا فندم، يعني 2018. طب جميل. اذا كان الدخل بتاعك النهارده في جاي لك رساله على بون العيش ان عندك مرتبات حكوميه عاليه، هتتقدم بمفردات المرتب ويتم اذا كان هناك في ظلم وقع عليك هيتم رفع الظلم ورجوع البطاقه فورا. نعم. اذا كان عندك سياره واتصرفت فيها، بقولها تاني، وعندك عقد التسجيل، انت بعت السياره والسياره مش موجوده عندك، هيتشيل العمليه دي خالص وترجع البطاقه زي ما كانت عليه. انما عاوز اقول في مضمون هذا الاطار كله احنا يهمنا رفع الاعباء عن المواطن المصري. صحيح. وتوصيل الدعم له على اكمل وجه. نعم، شكرا جزيلا يا فندم الاستاذ عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجاره الداخليه بوزاره التموين.